ناس كي صبحتو بخير. اليوم شديت ماما قلت لها والو غادي تعجني لينا حيت تقلقات البارح بغاتني قلت لها نديرو الرغايف، ولكن البنات ما بغيتش كنبغيش نشقيها بزاف، هي كيسحاب لها ما كنبغيش دير الحاجه، كنبغيها تجي ترتاح شي شويه باش تمشي تما تلقى الجهد عاوتاني تكون مع خوتي ومع بابا. المهم احبابي ماما اللي غتعجن يلا عليكم. المهم قولي لماما شنو درتي في العجينه؟ ماما كيجيها الخبز زوين، الزرع والبروس سبيسي خلطتهم كامل، درت خميره شويه السكر شويه الزيت باش يجي رطب. درت السكر ما عرفتش حيت ممكن تضرب شويه، درت خميره ودرت السكر ودرت الزيت والملحه، وهنايا درتي الزرع سبيسيال ودرت الفينو وفارس المهم غتقرص بالفينو بسبيسيال دير خبيزات منوعين صغيرين. ايوا صافي هادشي اللي كاين دابا تجمع العجينه. دابا ماما هي كت صافي كتر حتى كتجمع العجينه. دابا نشري وحده اخرى زايده. المهم صافي البنات تخلي ماما تبقى تعركها، ماما عزيز عليها تعرك حتى تسمع ديك الطرق الطرق عاد قد كتحبس. وانا خاصني نمشي نغسل الدجاج باش نردو راه الوحده هذه بابا مشى يصلي معصبه ما كتبغيش. لا ماشي معصبه، خصني نمشي نغسل الدجاج وندير الغدا الوحده هذه. المهم هي راه نتوما راه كملوا من عندكم راه حيت بزاف البنات بعد ما تيشوفوا العجينه ديالها تيقول لي انا راه ما كتعركيهاش بزاف، كنقول لهم راه الفيديو باش ما يجيش. المهم مي تبغي تقرصهم وعاد نرجعوا يلاه حبايب. دابا ماما هي كت صافي كتر حتى كتجمع العجينه. دابا نشري وحده اخرى زايده. المهم صافي البنات تخلي ماما تبقى تعركها، ماما عزيز عليها تعرك حتى تسمع ديك الطرق الطرق عاد قد كتحبس. وانا خاصني نمشي نغسل الدجاج باش نردو راه الوحده هذه بابا مشى يصلي معصبه ما كتبغيش. لا ماشي معصبه، خصني نمشي نغسل الدجاج وندير الغدا الوحده هذه. المهم هي راه نتوما راه كملوا من عندكم راه حيت بزاف البنات بعد ما تيشوفوا العجينه ديالها تيقول لي انا راه ما كتعركيهاش بزاف، كنقول لهم راه الفيديو باش ما يجيش. المهم مي تبغي تقرصهم وعاد نرجعوا يلاه حبايب. صباح الخير عليكم احبابي، كي دايرين لاباس عليكم بخير؟ شوفوا بالشعكاكه ديالي، ولكن انا ولفت معاكم من جي نهضر ما كندير لا ماكياج ما كان هي صراحه مزيان الانسان يبان في مظهر زويون، ولكن زعما ما كنبقاش نحلاق عاد نبان. المهم احبابي كما كتشوفوا ماما خليتها كتعجن مسكينه، عطيتها هذه المهمه ولكن تقلق حيت كتبغي البارح قالت لي نديرو الرغايف، قلت ليها بلاش بالحق نديرو كسكسو بالدياله ما نقدروش، قالت لي هي مسكينه قالت لي نعجنهم لك ونديرهم ديرهم في الفريغو تبقاي تجيب ليهم في الكونجيلاتور، ولكن ما بغيتش انا نشقيها وريحه هي ممنوع عليها الدخان ديك ريحه الزيت تما. ايوا دابا عطيتها العجينه في الطحين قلت لها ها انت عجني وعطيك انا نوريكم بلاتي صافي بلاش وري وريه عروقاتها كي هابطه زنقات مسكينه. ها انتوما غير شويه جوج راه جا البدر راه يداه هزي وجهك العلامه هزي وجهك شوفي وجهها شتي وجهها كيحمر مزيان حاره. ايوا قلت لها هي كتقلق تقول لي ما تتبغينيش، راه ماشي ما كنبغيهاش انا وحق الله العظيم ما كنبغيش نشقيها فهمتوا، كنبغيها ترتاح مي تجي عندي ترتاح هذا ما كان مازال اختي ايا تبقى نقول لها نوضي ديري هذه ديري هذه، اما ماما ما كتجيش. المهم احبابي ما تديوش على وجهي هنايا غيجي حالته، راه التليفون عندي الكاميرا القدامي ديما تنقولها لكم زيرو. المهم دابا البنات انا جبت واحد الفريريج غادي نمشي نغسلو صباح شي شويه غادي نغسلو ونرد الغديوه ديالي غادي نديرها غير بالبصله والزبيب. المهم ها انت هو معانا داك الفطاجه مع عليها كنفرشوا للدراري ماما جايه. يلا حبايبي الدجاج ودرت ليه غسلته مزيان بالملح والحامض ودرت العويد ديال القرفه هو هذا
وشويه القرفه. انايا بهذه الطريقه تعلمتها من عبوس الله يرحمه. انا كندير مرقه زوينه ولكن هي كنزيد واحد شويه راس معلقه القرفه. عتي الدجاج البلاتي تتحيد منه ديك تجيب واحد النسمه زوينه. هو القرفه معروف على اللحم ولكن بهذه الطريقه كديرها عبوس. وكديري انا عاد نزيد واحد الفصيله دابا ديال الثومه. انا عاد نزيدو دابا درت الزيت البلديه وزدت الراميه. ودابا الدجاج غيتقلى على نار مهيله. الطاجين هذا كيجي فيه واعر، الطاجين داك الشيء زوين. هذا كيقول ليه تيكرا ولا شنو، ما جانيش فيه البنه حيت باقي ما شربش مزيان. هذا البنات كي المهم دابا انا غادي نغطي عليه، غادي نقلبو ونغطي عليه ونخليه يتقلى. الدجاج شوفوا الدجاج عطيو التقليه، ما تقولوش ما تهموش الدجاج وتقولوا ما كيجيش بنين. الدجاج لما تقلاش وسبحان الله العظيم حتى الذبيحه كتغلب. سبحان الله الدجاج حتى اللي كيذبحو سبحان الله العظيم. ما عرفتش المهم كيقولها لي انا راجلي كيقول لي لما كان شي واحد كيصلي الذبيحه كتكون باسله حتى بالدجاج. والله الا دابا انا عندنا واحد جوج مواني الدجاج هما اللي كنمشي عندهم، حيت سبحان الله كاين شي وحدي كناخذ من عندهم الدجاج كيجيبوه صفر. هذا زوين وضروري تنغسل في الدار داك الشيء. دابا البنات ها هو يتقلى مزيان وغادي نزيد ليه البصله والزبيب وغنجي هنا نشارك معكم واحد زعلوك، زعلوك سريع ديال مولين السماكات. دابا خوتي انا دابا درت الطاجين وغادي ندير الزبيب. هذا الزبيب البلدي كيقولوا لي واقيله بلدي، واحد النوع ماشي داك القهوي ماشي داك الصفر، واحد الماركه زوينه هذه. صافي وغادي نغطي عليه. البنات هاد الزعلوك هذا تعلمته من واحد كيديروه في الصناك، يعني في دوك الريستورات والصناك دغيا كيديروه بحال هكذا باش دغيا كيبقاو عادي يديروه هذا. هاد الطريقة البنات جيبي بودنجال الفلفلة قطعيها وغادي نزيدو الزيت البلدية. جربوا هاد الطريقة وغادي تشوفوا كيف كتجي. شوفوها كتيرة راه غدبل. نزيدو مطيشة حتى هي، أنا درت بزاف. غادي تزيدو واحد كاس ديال الماء وغادي نقصو البوطة. أنا راه مجهدة شي شوية ونقصها. وغادي تزيدو التحميرة والكمون والملحة كلش. صافي شوف باش كطلق الماء، هاد الخضيرة كلها غطلق الماء حيت حنا غنغطيوها. هانتوما هي نورمالمون البنات ديرو في الطاجين غيجي واعر. غير انايا الطاجين ما غيجينيش طاجين حدا الطاجين، البوطة عندي صغيرة. صافي درتو في هادي وغادي نغطي عليه بحال هكدا. بطبيعة الحال تيبقى دابا عاد نقصو عليه البوطة ونخليه يطيب على خاطرو مع داك الكويز ديال الماء. وها المريقة ديالي هي كطيب ديال ماما. درت وحدة بالشوفان. شوفوا القط ديالي مسكين كي منشور بحال تقولوا ميت. هانتو بغينا نوريكم الخبز دقنا عن لولي لولي ويلي دا مات لولي. راه مولك يدير تيقع ولك يدير يلا طرحي ولدي ما كيجاوبنيش يقول لي نعم. مرات هذا كنعيط لك يقول لي خا يكون ناعس. انت اسم لولي 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 سكت باش تسمع ديك لولي لولي الولي لولي الولي كيشوف فيها بنص عين هذاك حنفوزه. وهذه هي الغديوه ديالنا كما كتشوفوا. هذاك هو الطويجين ديالنا وزعلوك جا رائع البنات. جربوه ردوا عليا الخبر والله الا جا لذيذ لذيذ حسن كاع من دوك اللي كنبقاو عاد نشويو في الفران. حنا فحال الشمع كلشي بعيد علينا. اخباركم البنات لاباس عليكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هاي خالتي هاي قولوا السلام. سلام جيب قلت له جيب عاود جيب ديسلايك وها ها عاد عرفت شكون اللي قال لي ديسلايك دابا صافي يا خالتي لا باقا باقا تسناي هذه الحادقه ديال الدنيا غير يمكن الفرح تقطع. لا انا اللي درت الحرشه امي ديال من هاد الحرشه ما تفضحيناش الحرشه ديال امي هادي سكينه هادي لهم باي باي هادي اختي في الرضاعه. انت شي مره خصك تبقى تسمعني معايا انا غادي بحال هكا ماما سكسي ها ماما ها
الشفة ديالنا. سيدك انا بغيت مامي تغوت عليك داكشي اللي كديري ليا تديرو لك حتى هي مامي. انا راه كنحكم ايوا هي شوف حطها ها جبت البارح يا اختي في الرضاعه ماما ديال اختي اللي مخبين عليهم عمرنا بينا هذه بنتي زين زين تعطيها لاختي كتربيها باش نمشي نخليوكم حتى ناكلوا هذه الحرشه هذه زيدك هاك لا ما عجبنيش شكون اللي بغى يدير دو انتما اللي بغى يتزوج هاد هنايا كتعرف دير الحرشه صوار كيكون كتعرف دير بيتزا كتعرف شنو كتعرف دير اخر اندومي اويلا اندومي اندومي راه مكسوباس طايبه مسهيه طايبه من عند طاجين كتعرف دير بيتزا وين بيتزا كدير زوين اللي كيشياك ديرها كان شي راجل برا هادي باغيه شتي ولبار ني كون ايطاليا باغيه وراه الطياره مطاصا واخو دير باخو صلاه الله ما تقيدني ان شاء الله ما تبقى مزبوط كيفاش تلقى واخا شنو الاخرى قالت لك هذا سكينه وهذه بنتي لا ما كتبانش كتبان النص حشمانه شي مشكل بين ما ركبتها كتشبه لي نصور ها نتوما قولوا لي واش كتشبه ليا ولا لا صوره هادي اختي اختي الرابعه هادي شنو حنا حنا شحال هادي اختنا الخامسه هادو راه تويمين طرادعوا بجوج هي وايه التوام ديالها عطيتها لاختي طرطيه ما يخلو هذا قسموه قسموه كان عليهم يطربوا في جوج الحقيقه قلت لهم ما هي الصراحه ما كيتفارقوش ديك الزغيمات الحليب محالين بعضياتهم لا لا دا كيبغوا بعض دابا صافي انتما اكتشفتوا خطنا الخامسه ماما هاكي جوج ماما الصراحه خدت الله يف بنتك عزيزه شكون انتيا ما كتوجعني ايوا شاندي بنتي هذاك المدرسه عند امك سكينه راه فخت عليك هذه بنت ولدي ما كنتعرفها راه فخت عليك والله الا راه كنرضعاك ماشي بنت ولدي عطوا كرا لي حبابي غادي نقول لكم السلام عليكم وتحيه للناس اللي ساكنين في حي شماعو المهم بغينا نجوع عند جده نجينا نطلعوا عليها انا وماما وبقينا كنتسناو سعيد حتى جا علينا تقريبا حتى شي 9 ديال الليل عاد جا علينا صافي تا كلشي سد دابا غادي نمشيو للدار غادي نديرو شي حاجه خفيفه للعشاء المهم غنودعكم هنا ونقول لكم سلامه باش ما يجيكمش الفيديو طويل ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله وما تبخلوش عليا باللايكات.